الدين معاملة مع الشيخ سامي بن حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم نلقاه. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم سوف يكون عن شكل التعامل مع الإنسان الذي يخطئ، مع الإنسان الذي يجهل أمرا ما. ولذلك سيدنا عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد. وفي ذلك يقول المولى سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية 83: وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. شوف سبحان الله، قدم ربي سبحانه وتعالى إحسان القول والفعل على الصلاة والزكاة، مع أنهما من أهم الفرائض وهما من أركان الإسلام. وكأن الحق سبحانه وتعالى ينبهنا إلى أن الفرائض لا تستقيم ولا تثمر دون حسن المعاملة مع الناس، وهذا درس عظيم ما أشد حاجتنا إليه اليوم. ولذلك يعني الإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله يؤكد على هذا الجانب في هذا في تفسيره، أي في كتابه التحرير والتنوير، على ضرورة أن يكون حسن القول نابعا من اعتقاد القلب بما ينطق به اللسان وليس مجرد مجاملة. ولذلك الإنسان لابد أن ينطق بكل خير، وإن عجز أن تكون مساعدته للناس مساعدة عملية فلا يبخل أن تكون هذه المساعدة وهذه النصيحة بالقول وببذل النصيحة. ولذلك يعني الصحابي الجليل يعني أنس بن مالك يتحدث عن سيدنا عليه الصلاة والسلام يقول: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد خدمت رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد. يعني سبحان الله، شوف سيدنا عليه الصلاة والسلام يتعامل يعني بكل محبة وبكل مودة. ولنا في هذا يعني كثير من القصص التي كانت على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك قصة هذا الصحابي الجليل معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه. قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقل: واثق لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. يعني تخيل واحد اعتصر هو يصلي، قالوا يرحمك الله، لا وزيد الناس معناها خزرت له على أساس أنه كيفاش تتكلم في الصلاة، هذا ما لا يجوز. فقال لهم: واثق لأمياه، يعني شعملت؟ فزادوا ضربوا على أفخاذهم، يوديوسك، عبارة على يوديوسك يديك ربي ما تتكلمش. فقال: لما رأيتهم كذلك قال سكت. قال: فلما يعني كمل سيدنا عليه الصلاة والسلام الصلاة، قال بأبي هو وأمي: قال: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. قال: فوالله ما كهرني، يعني ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. في حادثة أخرى زاد كذلك معروفة مشهورة، اللي هي حادث ذلك الأعرابي دخل للمسجد النبوي والنبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، فإذا به أعزكم الله يمشي لطائفة من المسجد، يمشي كما احنا نقولوا فيها الركن من المسجد، ويتبول، فهم الصحابة يعني بضربه ونهره. فقال سيدنا عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه، دعوه، يعني ما تقطعوش عليه أعزكم الله بولة، خليه. فلما أتم أكمل ناداه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا أخ العرب، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. فما كان من هذا الأعرابي إلا أن توجه إلى الله سبحانه وتعالى وقال له: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، يعني اللهم
اللهم ارحمني وارحم سيدنا عليه الصلاة والسلام وترحمش هك جماعة اللي كانوا في معناها يبيش يضربوني وكانوا بشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخ العرب، لقد حجرت واسعا. فانظر إذن إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخطئ والجاهل. وهذا درس لنحن أن الإنسان لما يحب ينصح ويحب يكون نافع فلابد أن يتعامل مع الناس بأدب، لأن الناهي عن المنكر والآمل بالمعروف لابد أن يتحلى بثلاث صفات اللي هي العلم والصبر والحلم، حتى يستطيع أن يغير وحتى يكون نافعا وحتى يصدي النصيحة وحتى يتعامل مثل هكذا تعامل راقي وإنساني مع المخطئ وعمل مع الجاهل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أجعلنا نافعين وأن ينفع بنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدين معاملة مع الشيخ سامي بن حسين.